السفر كان أيو مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاس وقوان ببحيم قلضة أديس أبابا يحرون تدلك إثيوبيا سفر كان مدحوينها ياكوسا بسنا سيدي بنتلان يا إثيوبيا وقوض هذه اللهايين أرمها قناعسي قاد كينتا أمنيقا إيا لدقالن كحكتر نمذا مدحوين قاس سفر كان وحكوه هلين يو سيركا ورفافين تا بنتلان وحانا قرون كدير ذاها قرو ويكوسي سيقوتي مدحوين كحيقين كا بنتلان قوليه سو سير ذا حل بانو سراكيل عيدان يا مسؤولين كلا مدحوينها بنتلان عبدولي محمد علي قاسي يا انت وسن كدو فينجر وسحافة هذا الكوبان سيي وكذا هذا يسفر كيسي وحيابه وصلك كهيو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وحان قلو في مقالة الصوبة عدوك إثيوبيا وأنكم مغناطة من مدرسة الحبرية إلى فضية وانكبريشة أنت قدورة الصف العجر أو قابر وكسب سنة الرماحة حريرك بنتلان إثيوبيا iyo arimaha nabadgelyada iskaashiga xagga nabadgelyada ee la dagaalanka xaqjinimada ee iyo dhanka horumarinta ee xiriirka ganacsi ee labada dal ka dhaxeeya ee hawlo noocaas ayaan u tagi doonaa insha Allah ee waqti kaasir ku kooban ayay qaadan doontaa ee ka bacna waa soo laaban doonaa diiraha jira ee aad iyo aad u mahadsantahay si kastaba safar ka madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa qaadanaya muddo 3 maalmood ah mana aha safarkii ugu horeeyay ee uu ku gaaro magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia Cabdirsaaq Maxamed Xayir wararka Garow online Garow